بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن حركة التحرير الفلسطيني لفتح المناطق التنظيمية في مدينة نابلس، مؤسسات وفعاليات مدينة نابلس، تحت عنوان قرار إقالة مجلس بلدي نابلس وتعيين لجنة دون الرجوع لمؤسسات نابلس مرفوضا جملة وتفصيلا. أهلنا في مدينة نابلس النضال والتاريخ المشرف. تتعرض مدينة نابلس منذ زمن طويل لمخطط تضييق وإذلال من قبل الاحتلال الصهيوني من خلال نصب الحواجز العسكرية على مداخل مدينتنا لتضييق الخناق وطمس تاريخها وضرب اقتصادها وتهميش مؤسساتها، لتتفاجأ كما تفاجأ الجميع صباح هذا اليوم بقرار مجحف من وزير الحكم المحلي بقبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس التي لم تتم ولم يوقع عليها أحد حسب الأصول القانونية، على إثر الحادث الأليم الذي ذهب ضحيته اثنان من خيرة أبناء هذا البلد، حيث تم استغلال هذا الحدث الأليم والتعامل معه بعيدا عن الأصول والقوانين المتعارف عليها، وذلك ليتمشى مع قرار مسبق حسب ما كان قد وردنا من مصادرنا الخاصة قبل الحادثة بإقالة المجلس البلدي، وكأن نابلس ومؤسساتها دمية في أيدي وزير الحكم المحلي وغيره ليتلاعب بها كما يشاء غير مكترث بمكونات هذه المدينة العظيمة عاصمة جبل النار واقتصاد الوطن والعاصمة الاقتصادية للوطن الحبيب وبمؤسساتها وشخصياتها المرموقة على مستوى الوطن. إننا إذ نعلن رفضنا المطلق لهذا القرار جملة وتفصيلا، وسنحاربه بكل ما أوتينا من قوة، ولن يتم التعامل مع ما يسمى لجنة تسيير الأعمال ونطالب بحل أي إشكالية تحصل في هذا البلد بما يحترم عقل المواطن ومكونات المجتمع النابلسي. وكما أننا نطالب فخامة الرئيس السيد محمود عباس بالتدخل الفوري لإيقاف هذا القرار الباطل المرفوض من طرف كل نابلسي، ونطالبه بمعاقبة كل من اتخذ القرار دون الرجوع للمسوغات القانونية التي تحكم الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني. ستبقى نابلس عصية على كل المؤامرات التي تحاك ضدها. نعم للقانون وحفاظا على القانون، وهذا موقع يا إخوان من كل المؤسسات التي شاركت في هذا الاجتماع، مؤسسات وشخصيات اعتبارية في مدينة نابلس وعددها كما ترون كبير جدا، وهناك أيضا توقيع لبعض فصائل العمل السياسي التي شاركت في هذا الاجتماع. شكرا لكم. الشعبية وينها؟ وقعوا الشعبية.